فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة نعيش في تلك الخرفة، ألا وهي خرفة ذلك الشهر الفضيل الكريم. وكان الصحابة رضي الله عنهم، وهذا شأن الكثير من السلف الكرام العظام، كانوا يجدون لله عز وجل اجتهادا عظيما. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: يسبح الله تعالى في كل يوم 12,000 تسبيحة، 12,000 تسبيحة، ويقول: أسبح قدر ديتي. وأبو هريرة هذا لم يكن يفارق سواده سواد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه كان يقول: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ملء بطني. فكان يحضر إذا غاب الأنصار، وكان يشهد مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المشاهد التي يحدث فيها أصحابه. ومع ذلك يقول: يسبح الله تعالى في كل يوم وليلة 12,000 تسبيح. وكذلك كان جماعة من السلف قد اشتروا أنفسهم من الله تعالى. قال عمرو ابن عتبة رحمة الله عليه، قال: إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: المؤمن في الدنيا كالأسير، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله تعالى. كالأسير ليه؟ لأنه بيسعى في فكاك رقبته. إنما أنا أسير أسعى في فكاك رقبتي. فالإنسان ينبغي عليه أن يجد وأن يجتهد في أن يعتق رقبته وأن يشري نفسه من الله عز وجل. وكان أبو بكر بن عياش رحمة الله عليه يقول: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. أسير الآخرة غير مفكوك. ليه؟ لأنه خلاص قضي الأمر، انقضى العمل، هذا هو وقت الحصاد، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وبحمده. فالإنسان العاقل هو الذي لا يرى لنفسه ثمنا إلا الجنة، كما قال محمد ابن الحنفية رضي الله عنه ورحمه، كان يقول: إن الله تعالى رضي الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها. أنت نفسك دي تمنها شيء واحد بس، الجنة. فالإنسان العاقل هو الذي يسعى في ذلك. إنك أنت لا، أن الإنسان مثلا عمال بقى يجري ورا شهواته ورغباته ونزواته وسايب بقى الآخرة، لا، نفسك أيها المؤمن ثمنها الوحيد هو الجنة. فالإنسان يحاول قدر الاستطاعة أن يعني يجد في عمارة ما تبقى
من عمره. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. طيب نتلقى أول اتصال. أبو يوسف تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا بك. كنت عايز أسأل شيخ على حديث، هل في حديث في إن هو لا زهران في يوم؟ لا ليه عفوا؟ لا وتران؟ لا زهران، زهران أنا لا أسمعك عفوا. زهران لا زهران في يوم. زهران يعني نعم. ده السؤال الاولاني. في سؤال تاني، انا دلوقتي انا كنت سمعت ان مكروه ان الواحد يصوم يوم السبت منفرد. نعم، صيام يوم السبت يعني؟ صيام يوم السبت، بس انا مثلا بصوم في شعبان، يعني غالب شعبان، بس مثلا لو حضرت ظروف او قرأ عليها ظروف وفطرت في مثلا يوم الحد، جايز هذا؟ يجوز هذا يعني؟ حاضر، من عينيا أبا يوسف. حاضر، الله يكرمك حبيبي. طيب لا هتتصال. مش أمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل. واحد يا شيخ، أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، احنا مرة نصلي في الجامعة في ثاني دور في التراويح والعشاء وكده. بتصلوا في ثاني دور مسجد؟ بنسمع الشيخ من امام الميكروفون. يعني كيف من امام الميكروفون؟ تصلون امام الشيخ يعني؟ بنسمع الامام امام الميكروفون، بنسمعه من الميكروفون، بس الصف الاول من النساء بيشوف الامام. بيشوف الامام. تمام. ثاني سؤال، عيالي يعني كبار متجوزين ومخلفين. بس ما تطلوش الا الجمعة بس. مالهم يا فندم؟ ما بروحوش يصلوا الا الجمعة بس. صلوا صلاة الجمعة بس. حلو يا شيخ، بالله عليك ان ربنا يهديهم ويصلحهم يا رب ان شاء الله ويقر عليهم. نعم؟ إذا لهم بالله عليك ان ربنا أفعل إن شاء الله. حاضر. أفعل إن شاء الله. حاضر. أستاذة مروة؟ ألو؟ أيوه تفضلي يا فندم، تفضلي. لو سمحت. تفضلي. أنا متجوزة بقالي 9 شهور وأنا حامل. تمام. وجوزي سايبني ومش بيصرف عليا. مالو يا فندم؟ مش بيصرف عليكي؟ مش بيصرف عليا، هو مسافر. طب إزاي مش بيصرف عليكي؟ هو مسافر وسابني والأهل وكده، ودلوقتي أنا حامل وهولد كمان شهر. الإيه يا فندم معلش؟ أنا حامل وهولد كمان شهر. هتولدي بعد شهر. أيوه. في هذا الوقت انا البنت اللي هجيبها ديت انا بفكر ان انا اوديها له بعد ما اولد. توديها فين؟ اديها لابوها وكده. تطلقي يعني تقصدي؟ لا، هو في مشاكل ما بيننا، ويعني احنا واصلين لدرجة الطلاق، فانا لو ولدت وديت له البنت دي هيبقى في ذنب عليها في حاجة؟ تمام. حاضر. طيب استاذ وائل. استاذ وائل عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. لو سمحت، كان في موضوع كده شاغل ناس كتير قوي. والموضوع ده خلى ناس كتير ترحب. بيقول لك يعني انا عايز ايه الدليل من القران ان الارض كرويه؟ لان في ناس كتير قال لك ان الارض مسطحه والقران بيقول ان الارض كرويه. في ناس كتير قوي الحادث، والموضوع ده شاغل الناس قوي على النت يعني. فعايزين نعرف ايه الدليل من القران على ان الارض كرويه، ده من المتوسط إيه؟ حاضر. أم عبد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم عبد. السلام عليكم. أيوة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فندم مع حضرتك. أنا لو سمعت، أنا كان في فلوس في البنك. فالفوائد بتاعتها غلط، لو انا جبتها يعني في البيت وكده صرفنا من البيت منها حاجه في البيت يعني؟ صرفها في البيت يعني؟ هو في بنك اسلامي. حاضر، ماشي. حاضر. والسؤال الثاني، ابني خاطب بنت اخويا. تمام. ف يعني العروسه ابنها يا اخوها راضى على بنتي، اللي هم الاظهر من العريس والعروسه.
دول بقى يجوز البعض ولا يا شيخ؟ انا سالت في دار الافتاء قبل ما نروح نخطب قالوا لا ما يقدم مش هم اللي راضيين على بعض يجوز. تمام يا فندم. حاضر. حاضر. نعم؟ حمدي. ايوه. ايوه حمدي. طيب حاول اتصال مره اخرى يا اخ حمدي. طيب الاخ ابو يوسف حفظه الله يسال سؤالا يقول لا ظهران في يوم. طبعا الحديث هذا فيه نظر يعني من الجهه الحديثيه فلا يثبت هذا الحديث. طيب يسال سؤالا اخر عن صيام يوم السبت. الحديث الوارد في صيام يوم السبت لا يصح ولا يثبت من جهه الصناعه الحديثيه اللي هو لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. الحديث هذا لا يصح ولا يثبت وهو عمدة القائلين بتحريم أو بعدم جواز صيام يوم السبت إن كان على الإفراد، لكن الحديث كما قلت لا يصح ولا يثبت، وإن كان الشيخ الألباني رحمة الله عليه انتصر لذلك الحديث رحمة الله عليه، لكن غير ما واحد من أهل العلم ذهب إلى أن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فيجوز الإنسان أن يصوم يوم السبت، يجوز ولا بأس بذلك حتى وإن أفرده بصيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر، فربما وافق ذلك يوم سبت. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم، فإذا صام الإنسان يوم السبت فلا بأس بذلك. طيب الأخت أمة الله تسأل سؤالا بتقول إن هم بيصلوا في مسجد وهذا المسجد الدور العلوي يعني في مكان ينظر النساء فيه إلى الإمام. طيب هذا لا بأس به، لا بأس أن ينظر النساء إلى الإمام إن كان في ذلك حاجة، هذا لا بأس به، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. آخرها ليه؟ لقربها بالنساء. واضح إزاي؟ لأن طبعا معروف أنه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان النساء والرجال يصلون معا في مكان واحد يفرق بينهم شيء عازل، يعني مثلا ستار أو ما شابه ذلك، لكن كان النساء والرجال في مكان واحد في مسجد واحد. خير صفوف الرجال أولها وآخرها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لقربها بالرجال. فالشارع الحكيم حاول قدر الاستطاعة أن يضع حدا وحاجزا وفاصلا بين اختلاط الرجال بالنساء حتى في العبادات. واضح إزاي؟ أثر عن بعض السلف أنه كان يقول ما أتيت أمة إلا من قبل النساء. فكما قلت الأصل أن الإنسان وكانت فتنة بني إسرائيل في النساء، فالشارع كما قلت حذر أو حاول قدر استطاع التفريق بين النساء وبين الرجال، لأن كون خير صفوف النساء آخرها لقربها بالطريق، يعني تصلي وتمشي على طول. واضح إزاي؟ فالشاهد كما أقول أنه لا بأس أن يرى النساء الرجال إن كان في ذلك مدعاة وإن كان في ذلك حاجة، كحال الرجال، يعني نظر الرجل أو المصلين إلى الإمام هذا لا بأس به، بالشرط أن أقعد أبص في الأرض. إن كان هناك حاجة ماسة للنظر تلقاء القبلة أو على الإمام هذا لا بأس به وهذا جائز. ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قيل له كيف كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال باضطراب لحيته. طب هو شوف إزاي لحيته بتضطرب، ما هو لازم يكون بص عليه عليه الصلاة والسلام. واضح إزاي؟ وكذلك ثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه إذ خلع نعليه عليه الصلاة والسلام، فخلع الصحابة نعاله، فلما قضى صلاته صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بالكم قد خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك قد خلعت فخلعنا. قال إن جبريل قد أتاني فأخبرني أن بهما قذرا. طيب هو ده ازاي هم عرفوه غير ان هم لازم يكونوا باصين عليه وهو عليه الصلاه والسلام وهو يصلي؟ لما عرفوا ان هو خلع النعل بايه؟ بانه عليه الصلاه والسلام قد خلع نعله، اذا هم كانوا ينظرون الى ذلك. طيب وكذلك ثبت في الصحيح ايضا في الصحيحين انه صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي قبل بيت المقدس فاستدار صلى الله عليه واله وسلم، يعني لف دايره
كاملة عليه الصلاة والسلام. واضح ازاي؟ لفة كاملة عليه الصلاة والسلام واستدار إلى بيت الله الحرام. طيب هو الصحابة عرفوا ازاي ده برضو؟ إلا أن يكون نظروا إليه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد يعني أن النظر إلى الإمام لا بأس به إن كان لحاجة، وإن كان النظر إلى السجود أقرب إلى الخشوع فلا بأس أيضا بذلك، لكن إن نظر الإنسان أو نظرت المرأة إلى ذلك الإمام فلا بأس بذلك، لا سيما إن كان هناك حاجة، ربما مثلا الصوت انقطع، ربما مثلا حصل لغط في الصلاة، ربما يعني ما شبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. طيب هي تسأل الدعاء لأولادها لأنهم لا يصلون إلا الجمعة، نسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يشرح صدرهم. الإنسان الذي لا يصلي إلا الجمعة هذا إنسان نسأل الله عز وجل أن يهديه، فإن مات على ذلك مات على خطر عظيم، أسأل الله أن يهديه. نصيحتي حضرتك أعظيهم وأنصحيهم واحدة واحدة كده وربنا يهديهم يا رب. هي بتقول إن هم متجوزين ومخلفين كمان، يعني للأسف الشديد يعني هم مش صغار مثلا يحتاجون إلى التوجيه، بعكس ده أسأل الله عز وجل أن يهديهم. فأنت يا أختي الكريمة حضرتك تحاولي القدر المستطاع أن حضرتك تنصحيهم وتقولهم ده على خطر عظيم، وأن الذي يترك الصلاة هذا كافر، وهذا لا يحل لإنسان مسلم أن يترك الصلاة، لأن الصلاة هي الفرض الثاني في الإسلام، فإذا ترك الإنسان الصلاة فلا حظ في الإسلام لمن قد ترك الصلاة، وقد قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ونسأل الله أن يهديهم. طيب الأخت مرة بتقول إن هي متزوجة من 9 أشهر وإن زوجها ما بيصرفش عليها، فهي دلوقتي أصلها تقريبا هي في الشهر الأخير يعني وهتولد، فهي بتقول إن أنا خلاص يعني مش قادرة إن هي تتحمل أو ما شابه ذلك يعني، فهي بتفكر إن هي عندما تنجب هذه البنت إن هي توديها عند أبوها وهي تصرف فيها بقى وخلاص تترك أمره وتشوف حالها. والله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير دينار ينفقه الرجل على أهله، أفضل دينار ينفقه الإنسان يكون على أهله وعلى ولده. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما قال ذلك لسعد بن أبي وقاص قال اعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك لك به صدقة. فتخيل إنسان يعني الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فمن شروط القوامة الإنفاق، من شروط القوامة أن الرجل ينفق على أهلي وعلى ولدي. طب أنت لو ما أنت تخليت عن هذا الشرط يبقى أنت شطر القوامة سقطت عنك، شطر القوامة قد سقطت عنك. ليه؟ لأنك أنت بتصرفش. طيب يبقى زي ما احنا بنقول ان القوامة من شروطها الانفاق، والانفاق ده كمان انت بتؤجر عليه، ده انت بتاخذ صدقة كأنك انت بتتصدق على زوجك وبتتصدق على ولدك، فهذا يعني فضل عظيم. فالاخ هذا الزوج هذا الذي لا يصرف على زوجه وعلى ولا على ابنته نسأل الله عز وجل ان يهديه، فيعني حاول قدر المستطاع نشوف الاهل يتدخلوا في هذا الامر يعني. طيب الأخ وائل بيقول يعني بيقول احنا محتاجين دليل من القرآن على كروية الأرض. أنا في الحقيقة لا أعرف، وبعدين ليس كل شيء مذكور في القرآن قد يعني كان علي رضي الله عنه يقول والله لو أضللت بعيري لوجدته في كتاب الله، لكن بقى مسألة الأشياء اللي هي الطبيعية أو هذه الأشياء أنا لا أحسن، لا أحسنها صراحة ما أعرفش، لكن أنت لو سألت أهل العلم المتخصصين في هذا ربما يفيدونك أكثر مني. طيب الأخت أم عبده بتقول إن هي وضعة فلوس في البنك وفي فوائد بتيجي من وراها يعني، وإن كانت هي ذكرت وسمت أنه بنك إسلامي. أنا الذي أدين الله عز وجل به إن فيش حاجة اسمها بنوك إسلامية، البنوك كلها تتعامل بالربا، وإن كان الإسلامي أخف وطأ من غيره لأنهم يزعمون أنهم عندهم رقابة شرعية أو ما شبه ذلك يعني، لكن أنا لا أرى ذلك يعني. فهي بتقول دلوقتي أن الفلوس اللي بتيجي من وراء اللي هي بسموها أرباح وهي ما فيهاش ربح خالص يعني، أو الفائدة وهي ما فيهاش فائدة خالص، بل هي ربا محض وسحت وكبيرة من الكبائر، أكل الربا من أكبر الكبائر الذي ينبغي للإنسان المسلم أن يتنزه عن أكله.
ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال: رأيت أناسا يسبحون في بحر الدم، فسأل جبريل فقال: من هؤلاء جبريل؟ قال: هؤلاء آكلوا الربا. وكذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 33 زنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من ذلك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: الربا 72 بابا، أدناه مثل إتيان الرجل أمه. نسأل الله عز وجل أن يعفنا وإياكم وأن يسترنا وإياكم. فالشاهد يا أختي الكريمة أن أكل هي الفوائد بسموها الفوائد يعني العائدة دي هي ربا محض، ولا يحل الإنسان أن يأكلها أو أن يصرفها على أهل بيته، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، هي بتقول برضو سؤالها الثاني إن ابنها خاطب بنت أخوها، وهي لها بنت برضو رضعة على أخو الخاطب ده، إن كان كذلك فلا بأس، لا بأس بهذه الزيجة إن شاء الله تعالى. طيب، نجيب عن بعض الأسئلة الواردة على صفحة القناة. بيقول: السلام عليكم، إذا كانت السلعة عندما اشتريتها 1500 جنيه مثلا من الكمون، طب هو هيبيعها ب 2800، يجوز أن بايع توابل؟ لا بأس بذلك، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان ذلك بالتراضي وليس هناك أي اختلاف، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. طيب، أخت كريمة تسأل سؤالا وتقول: هل يجوز لفتاة الاشتراك في مسابقة قرآن ومن سيمتحنها رجل وتحرص على عدم تحسين الصوت؟ والله إن كان هذا لضرورة فلا بأس، لكن الأصل الامتناع يعني عن ذلك، يعني لم يكن هناك أخوات يمتحن النساء فلا أرى في ذلك يعني حاجة، إلى أن المرأة مثلا تقعد بقى تقرأ قدام الشيخ ويقول لها: طب لا مدي شوية، لا أصل أنت كده الغنة محتاجة أن هي تتزود شوية، لا أصل الإقلاب ما جاش كويس، لا أصل طب الإخفاء يا أختي الكريمة لازم الإخفاء يظهر أو الإخفاء الشفوي أو الحقيقي أو الحاجات دي كلها، أرى أن هذا فيه ربما شيء من المفاسد، فعلى المرأة الدينة أن تتنزه عن مثل هذا. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ علينا قلوبنا وديننا رب، اللهم أمين. طيب، أخ كريم يسأل بيقول: كنت ناوي أصوم يوم الخميس، وعند تناول السحور سمعت أذان الفجر وكنت شديد الجوع فاستمريت في الأكل، وبعدها سمعت أذان الفجر من مسجد آخر فتوقفت عن الأكل، فهل يصح الصيام؟ يصح إن شاء الله عز وجل، لكن عليك أن تمتنع فور سماعك للأذان، فور سماعك للأذان ينبغي عليك أن تمتنع عن الطعام خشية أن تدخل في المتشابهات أو المشتبهات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. على الإنسان أن يصون نفسه وأن يصون دينه بذلك. طيب، نتلقى أيضا بعض الاتصالات. سلام أم حمزة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أنا سألت السؤال ده بعد إذن حضرتك في الأسئلة اللي على ما أنا لسه هجيله دلوقتي. تفضل. بس حضرتك أنا سألته كذا مرة يعني بس ما سمعتش الرد. نعم يا فندم، تفضل. سألته أكتر من مرة. لا تفضل، أنا مع حضرتك الآن، تفضل. بص، هي أنا طالبة قانون شرعي يعني، وأختي وليا أخت سألتني سؤال إن هي كانت وهي في الجامعة تم عقد قرانها يعني، وبعدين ما حصلش نصيب. طيب، تحبي حضرتك إن أنا أجاوبه من الورقة مباشرة؟ ولا حضرتك تقولي وانا اسمعه واجيبك الان؟ يا ريت حضرتك دلوقتي على اساس ان انا كذا مره بسال السؤال ده وما لا لا يا فندم، لا اتفضلي اتفضلي، انا اسمع حضرتك واجاوبك مباشره ان شاء الله. جزاك الله خير. اتفضلي. فهي يعني تعاقد قرانها وهي في الجامعه، وبعدين ما حصلش نصيب، واتخطبت كذا مره وسنها كبر، واتجوزت وهي تقريبا عندها 35 سنه. تمام. وبس بعد ما اخر خطيب لها عيرها هو ده انسان مش نبيل اصلا اللي يعمل كده، بس اكملي اكملي.
المهم فبعدها اتخطبت لزوجها بقى اللي هو تزوجها بعد كده. فوالدتها قالت لها ما تجيش ده، ما تقوليش ان انت كان عقود قرانك ولا الكلام ده. فبقت تقول لها حرام، تقول لامها يعني حرام، قالت لها ما تجيش ده. فهي بعد سنين طبعا من الزواج وعندها اولاد كتير دلوقتي ما شاء الله، فهي خايفه من ربنا اولا، وخايفه تقول لزوجها علشان هي مخبيه عليه، ومن وقت للتاني بتقلق جامد. تمام. وفي نفس الوقت خايفه على ابوها وامها من الله سبحانه وتعالى، من يعني ان هم ربوا. فهي ايه تعمل ايه دلوقتي؟ اسال الله عز وجل. حضرتك انتهيتي؟ طيب اسال الله عز وجل ان يحفظها وان يبارك فيها وفي ذراريها وفي زوجها. بخصوص الأخ الأول هذا الذي عايرها بكبر سنها، هذا إنسان ليس بإنسان وفي ولا إنسان نبيل. أسأل الله عز وجل أن يهديه. لكن الشاهد يا أختي الكريم أن هذه الأخت فيما أحسب أنه لا يلزمها أن تخبر الزوجة بذلك، طالما أن الحياة مستقرة والأمور كويسة والحمد لله ما هناك تقصير ولا هناك أدنى يعني شيء من الأرق الأسري يعني، فلا بأس بذلك. وإن أحبت أن تفاتح الزوجة بصورة غير مباشرة، تقول والله أنا في واحدة صاحبتي، وحضرتك كما تفضلتي تقول والله أنا في واحدة صاحبتي وصاحبتي دي حصل لها كيت وكيت 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 وتزوجت إنسانا فاضلا إنسانا نبيلا فحافظ عليها وأكرمها والحمد لله رزق منها بذرية صالحة طيبة، أنت لو أنت مكانه أو أنت في موقفه كنت تعمل إيه بصورة غير مباشرة كده؟ وبقدر المستطاع هي لو حست ان هو لا سينقلب عليه او حتى رده يكون ليس بذاك فخلاص، يعني هي لم تخبر من امرها شيء. طيب لو هو كان الرجل كان انسانا فاضلا واستوعب الامر، والله تقول له طب والله يعني انا كنت عايز اقول لك على الموضوع ده بصراحه من فتره، بس انا كنت خايفه من رده فعلك او ما شابه ذلك يعني، وان شاء الله هو يكون رجلا حكيما عاقلا ويحاول يتفاهم الامر. يعني الامر انا لا ارى فيه ادنى غضاضه ان امراه كانت متزوجه او كان معقود عليها يعني ثم تزوجت برجل اخر، حياتها الان طالما انها مستقيمه ومستقره فلا يلزم ان تخبر او حتى ان تضع الشك في قلب الرجل، لا ارى ذلك طالما ان الامور مستقره والحياه ماشيه ان شاء الله. ونسال الله عز وجل ان يقدم بينهما بخير وفي خير وعلى خير، وأن يبارك لهم في ذريتهم يا رب اللهم آمين. طيب الأخ عبد الله. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب يا شيخ. أهلا يا شيخ عبد الله بارك الله فيك. لو سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضل يا حبيبي. الله يبارك فيك. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه أرنبا مشويا فأكل منه؟ أهدي إليه إيه؟ أرنب مشوي. أرنب عفوا لا أسمع أرنب مشوي. أرنب لا ده كان ضب بس يلا ماشي قول معلش. أرنب مشوي فأكل منه صلى الله عليه وسلم وإيه عمل إيه وإيه اللي حصل؟ أكل منه عليه الصلاة والسلام فأكل منه. نعم ماشي حاضر. هذا هو السؤال الأول. تمام. وهل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن كسب الحاجم خبيث؟ ان ايه عفوا؟ كسب الحاجم الحجام يعني نعم تمام. هل ثبت انه قال صلى الله عليه وسلم ان كسب الحاجم خبيث؟ تمام. والاخر طلب مع ما هو بقيته الحديث اصلا مهر ثمن الكلب خبيث واجر الحجام خبيث. اتفضل يا حبيبي ايه تاني؟ الطلب بس الاخير انا معايا رقم حضرتك وكنت عايز ابقى اتصل بحضرتك في موضوع شخصي، هكلمك امتى ان شاء الله؟ تؤمرني في اي وقت شئت، ما عندي اي ادنى مشكله ان شاء الله، لكن يعني لو تكلمني ليلا هذا او بعيد الظهر ربما يكون مناسبا ان شاء الله عز وجل، وان شئت بعد الحلقه بساعه لا باس ايضا ان شاء الله. استاذه مروه تفضلي. الو لو سمحت انا اللي كنت بكلمك من شويه. اتفضلي يا فندم. ايه انا بسال حضرتك بس سؤال واحد، انا لو اديت البنت دي هيبقى في ذنب عليا في حاجه؟ انا مش هقدر اصرف عليها. طب يا اختي الكريمه هو ممتنع على الانفاق ليه؟ ممكن افهم؟ ايه هو بص حضرتك هو مسافر وبيبعت الفلوس كلها لاهله وانا مش حاططني في الحسبان خالص. امي دي بصراحه كانت مبهدلاني وبهدلاني بطريقه غريبه. نعم يا فندم؟
أمه هو كان سايبني الأهل والإخواته وكده وكانوا مبهدليني. فأنا جيت هنا عند أهلي وهو قال لي خلاص خليكي عندهم وأنا هتجوز وهصرف وخلي أبوك يصرف عليكي وأنا هعيش حياتي وهسيبك كده زي البيت الوقف، لا هطلقك ولا هصرف عليك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا مش عارفة أعمل إيه، أنا دلوقتي قدامي شهر وهعوزه. الله يا رب ان شاء الله تؤمن بسلامة الله ان شاء الله، وربنا يمتن عليك بالذرية الصالحة. تفضلي تفضلي ام ايات يد، تفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حضرتك يا شيخ انا كنت عايز اسأل بس على النذر، ان انا نذرت مرة نذرين يعني كان ابني تعبان مرة ومرة تاني، بس انا نسيت انا نظرت ايه يعني. انا فاكره ان هو كنت اذبح حاجه بس مش فاكره يعني اذبح ايه، ومهم الكلام ده من حوالي 4-5 سنين. فانا نسيت النذر وما وفيتش بيه. ده جزء. والجزء الثاني ان انا يعني عرفت بعد كده ان ممكن لو كفرت النذر هي كفرت اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين، هل اطعمهم الثلاث وجبات ولا وجبه واحده؟ ولو اديتهم ثمن الوجبات دي في ايديهم فلوس يعني من غير ما ناكلهم، ده برضو يعني جزء ضروري حضرتك توضحه لي وتوضح لي اذا كانت العقيقه برضو ينفع ان انا اطلعها فلوس من غير ما اذبح. حاضر. وبالنسبه للصيام برضو معلش، الصيام يعني في ايام عليا فانا حاسه ان انا مش هلحق اخلصهم قبل رمضان، ممكن اطلع مكانهم صيام. صيام ايام عليا فانا حاسه ان انا مش هقدر اخلصهم قبل ما يجي رمضان. تمام. فانا ينفع ان انا اطلع مكانهم فلوس لغايه ما ربنا يقدرني وهصومهم برضو؟ حضرتك بس توضح لي الحته دي وكم فلوس وكده يعني. حاضر. عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زي الحال يا شيخ. اهلا وسهلا ومرحبا، الحمد لله، بارك الله فيكم يا عبد الله. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز الصلاه على اللي قاتل نفسه؟ القبر نفسه. السؤال الثاني، هل ورد فعلا ان في يوم الجمعه في صلاه الفجر يصلي بصلاه بسجد تلاوه عندنا امام ما يصليها على طول؟ السجده والانسان يعني؟ في يوم الجمعه بيصلي بصوره فيها سجده. ايه السجده والانسان يعني؟ اه تمام. ولو واحد نسي السجود في ساجد في السجود يجيب الركعة كلها ولا يجيب سجدة؟ حاضر. شكرا يا شيخ. حاضر. سعيد. ايوه نعم. جعلك الله سعيدا يا سعيد. الله يبارك فيك، ازيك يا مولانا؟ حبيبي عم سعيد، بارك الله فيكم. الله يكرمك. سعدك الله في الدارين. أول حاجة أحبك في الله. وأنا أشهد الله بذلك، أحبك الله وأسعدك يا سعيد. اللهم حفظه في البحيرة كلها تحبك يا شيخنا والله. الله يرضى عنكم يا شيخ سعيد، بارك الله فيك. والله أحبك، أنا اتصلت على حضرتك لك يعني أقول برنامجك جميل وبسم الله ما شاء الله يعني. لا أنت استثمنت ذا ورم. استثمنت ذا ورم يا شيخ سعيد. الله يبارك فيك، الله يكرمك. الله يحفظك يا شيخ سعيد. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ربنا يزيدك من نعيم الله وينفع بك الاسلام والمسلمين ويبارك فيك يا مولانا. الله يرضى عنك. اسال الله عز وجل ان يجعلنا خير مما تظنون وان يغفر لنا ما لا تعلمون. الله يكرمك. امرني يا عم سعيد. الله يحفظك بالبحيره كلها تحبك والله. انا بس بتصل عليك عشان ان انا اقول لك بحبك كلها. يا لها من كرامه والله يا عم سعيد. والله يا عم والله انت اكرمتني واسعدتني غايه السعاده بهذا الكلام. الله يكرمك يا مولانا، الله يبارك. الله يرضى عنك يا عم سعيد، بارك الله فيك. والله انا بقالي فترة بحاول اتصل على حضرتك عشان برنامجك جميل وهادف. الله يحفظك. وبصراحة يعني انا بحبك في الله والله، اسال الله عز وجل ان يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا اشهد الله بذلك. وشك فيه النور والبهجة. الله يرضى عنك يا شيخ سعيد، بارك الله فيك. اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياك يعني في الجنة اخوانا على سر المتقابلين. الله يعزك. اسال الله عز وجل ان يحشرنا واياك في زمره الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب. اللهم امين. يا ربنا يسعدك يا عم سعيد. تدعي لوالدي لانه طبعا والدي مريض. عايزك تدعي لوالدي، والدي مريض عايزك تدعي له. وتدعي لامه محمد صلى الله عليه وسلم وان يهدي شباب المسلمين في حال الفتن اللي احنا فيها دي. حاضر. حاضر. من عينيا. ام عبده تاني؟
ام عبده اتفضلي. ايوه السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. انا كنت من شويه معلش انا عارفه يعني السؤال. لا اتفضلي قولي. سالتك على الفلوس السوائد اللي هي في بنك الاسلامي. أيوة ده حضرتك قلت غلط وكده. ايوه ايوه. فدلوقتي ممكن ازكي بيها زكاة رمضان على عيالي؟ ممكن ازكي. حاضر. محمود. ايوه حبيبي حنف. لا كان معاك وقت. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا حنف. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ اهلا وسهلا. ربنا يخليك. انا كنت باني في مكان زراعي. جراب؟ بعيد عن الجامع يعني فيقول لي انا اصلي العشاء والفجر في البيت. يعني انت كنت جايب جرار زراعي؟ انا باني في مكان على حوالين الزراعه وكده باني من الجامع المسائي. طب انتوا فاهمين يا اخواننا السؤال جرار زراعي ولا جايب ايه محصول زراعي ولا ايه؟ لا لاني مكان في الزراعه. في الزراعه هم لاني مكان في الزراعه. ايه قول لي يا اخوانا. يقول لي انا باني باني مكاني والفجر باني مكان في الزراعه. وبعدين عم حنف ايه اللي حصل بقى؟ باني مكان في الزراعه يعني يقول لي ان انا اصلي العشاء والفجر في البيت بعيد عن الجامع يعني ولا ايه؟ تمام تمام تمام. طيب ماشي. طيب يا اخوان نقدر نرجع مرة اخرى للسؤال. الاخ عبد الله الكريم حفظه الله يسأل سؤالا ويقول هل ثبت أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم أرنبا فأكل منه؟ الذي ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله أن خالد بن الوليد رضي الله عنه جاء بضب مشوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا؟ قال ضب. فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافة. فقال يا رسول أحرام هو؟ قال لا. فأكل خالد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إليه. الحديث ده أخوانا اجتمع فيه عدة فوائد. اجتمع فيه قول وفعل وسكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم. اجتمع قول ليه؟ لما خالد رضي الله عنه دخل بالضب سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال ضب. يبقى ده قول. طيب والفعل أنه صلى الله عليه وآله وسلم هم أن يأكل فلما علم أنه ضب امتنع. ثم سكوت فيه سكوت. والسكوت عند علماء الأصول فعل. السكوت أو الترك عفوا الترك عفوا الترك عند علماء الأصول فعل. بمعنى هذا قلم تمام. القلم ده أنا لما أسيبه كده مش ده ترك؟ طيب والترك ده عبارة عن إيه؟ فعل. أنا عملته هو رميته فأصبح فعل. لما أنا تركت القلم أو رميت القلم أو ألقيت القلم يبقى ده إيه؟ يبقى اجتمع في الحديث قول وفعل وسكوت. والسكوت كما قلنا عند علماء الأصول يسمى فعلا. فالشاهد أنه ضب وليس بأرنب. يبقى اللي حصل أنه صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب مش عن أكل الأرنب. والحديث كما قلت في الصحيحين من حديث ابن عباس. طيب بيقول هل ثبت أن أجر الحجام خبيث؟ نعم ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. قال ثمن الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث. الناس اللي بتبيع الكلاب ده مالهم في شبهة حرام كبيرة جدا. إلا إن هو مثلا لو عارف إن الكلب ده هيبيعه الناس، الناس دي هتحطه في كلب حراسة، مش إن هو مثلا يمشي بيه في الشوارع زي ما احنا بنشوف الآن دلوقتي. لا، اللي هو بيبيع الكلب ده وعارف ان هو الشخص اللي هياخده ده هياخده عشان يتمنظر بيه او ان هو مثلا يرهب به الناس
او انه في البيت يبقى معاه كلام زي كده لا لمصلحة او منفعة، فهذا يحمل وزر ذلك. لكن ان كان ذلك لحراسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا غير كلب زرع او كلب حراسة نقص من اجره في كل يوم قيراط. نسأل الله ان يحفظنا واياكم، فالحديث ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. طيب الأخت مروة اتصلت مرة أخرى وبتقول دلوقتي أنا لو اديته الأب، يعني إن الأب اللي هو مش عايز ينفق عليها ولا على بنتها، بتقول أنا دلوقتي لو اديتها لوالدها هو يربيها ويتبناها، هل أنا علي ذنب أو إثم؟ لا، ليس عليك شيء، وأسأل الله أن يهديه، لأن طبعا هو دلوقتي بيهددها بيقول لها خليك أنت عند أهلك وخليهم يأكلوك ويشربوك، وأنا هشوف حياتي وهخليك كالبيت الوقف أو أوقفك كده يعني. طبعا هذا كما قلت ليس بنبل وليس بحكمة من هذا الرجل. النبي الله عز وجل يقول: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ما ينفعش الواحد يخلي المرأة كالبيت الوقف كما يقول، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. طيب هذا لا يجوز ولا يحل، ليس هذا من خلق النبلاء ولا الفضلاء. لا، الله عز وجل يقول: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. والله أنت مش عارف تعيش معها بأي شكل من الأشكال أو أي صورة من الصور، والأمر فيه مشقة وفيه تعب مش قادرين تتفاهموا مع بعض، خلاص يبقى تسريح بإحسان. لما جاء رجل الحسن قال: يا أبا سعيد من أزوج بابنتي؟ قال: زوجها من يتقي الله فيها، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. فالذي يفعله هذا الرجل هذا إثم وذنب، فأنت إن أعطيتيه البنت ليس عليك ذنب ولا إثم. نسأل الله عز وجل أن يهديه. طيب الأخت أم إياد بتقول إن ابنها كان مريض يعني، وهي نذرت نذرا أنها إن شفي ولدها أنها إن شاء الله عز وجل ستتصدق بصدقة، وهي الآن بتقول إنها نسيت هذا النذر، نسيت هذا النذر. طيب طبعا في هذه الحالة عليك أن تكفري كفارة يمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. يبقى الإنسان إذا نذر نذرا ولم يستطع أن يفي بهذا النذر عليه أن يكفر كفارة يمين. واضح إزاي؟ و من نذر نذرا ولم يستطع أن يفي به يبقى يكفر هذه الكفارة. واضح إزاي؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. طيب هي دلوقتي برضو بتقول: طيب لو أنا دلوقتي حبيت أن أنا أكفر الكفارة دي وعملت وجبات، هل الوجبات دي أعمل للناس 3 وجبات في اليوم يبقى 30 يعني؟ لا، الأصل أنها تكون وجبة واحدة فقط، وجبة واحدة، يعني تعملي حضرتك تعملي 10 وجبات ومش 30 وجبة، 10 فقط. طيب بتقول ان هي ممكن يعني تديها فلوس او كده؟ لا، الاصل ان يكون هذا اطعام طعمة للمساكين، مش ان هي فلوس، الا ان حضرتك تخرجيها لمسجد والمسجد هذا يحولها الى طعام، لكن حضرتك ما تديش الناس فلوس لان هي ايه طعمة كما قلنا. طيب بتقول برضو كذلك: العقيقة هل تصلح أن تكون بالمال؟ لا، العقيقة كما قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. يبقى العقيقة المفروض أن هي للذبح مش للنفقة، لا يبقى ده ذبح، وأنا سأجمع الناس على هذه العقيقة حتى أنال بركة دعاء الصالحين لهذا الولد، وحتى كذلك إنسان يستحضر أن هذه طعمة أيضا لإخواني وأدخل عليهم السرور إلى آخره يعني. طيب هي أيضا بتقول أن هي عليها صيام من أيام، عليها أيام من رمضان الماضي أو ما قبله يعني، فبتقول ينفع، لأن أنا دلوقتي لو حاولت أن أصوم الأيام دي لن أدرك قضاء هذه الأيام، فهل ينفع أن أنا أطلع مال؟ لا، طالما أن حضرتك عندك القدرة والاستطاعة على الصيام فعليك الالتزام بالصيام حتى
حتى وإن خرج رمضان، يعني ممكن تقضيه لما بعد ذلك. لكن العلماء يقولون أن الإنسان الذي يفعل ذلك هو آثم، لأنه أخر قضاء، لأن دين الله أحق بالقضاء كما قال صلى الله عليه وسلم. دلوقتي أنت في حضرتك في ذمتك أيام، المفروض هذه الأيام تكون على الفور، يعني بعد شوال على طول، واضح ازاي؟ إن كان التأخير لعلة أو لحاجة فلا يخرج عن العام، أما إن خرج عن العام يعني الإنسان ما استطاع أن يقضيه حتى إلا بعد رمضان اللي بعدين كمان، يبقى يكفر وعليه ذنب التأخير. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنا نستطيع أن نقضي الأيام إلا في شعبان، وذلك لانشغالنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتأخير إن كان لحاجة وضرورة ولم يخرج إلى رمضان الذي بعده فهذا لا بأس به إن شاء الله. طيب بيقول: هل يجوز الصلاة على القبر نفسه؟ نعم، لا بأس بذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم افتقد، كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد، فافتقدها صلى الله عليه وسلم، فقيل إنها ماتت، فقال: لما لم تؤذنون أو تخبرون أو تعلموني؟ فجاء صلى الله عليه وسلم إلى قبرها فصلى على القبر، فلا بأس الإنسان إن تأخر عن الصلاة على المتوفي على المتوفى في المسجد، يجوز له أن يأتي ويصلي عليه على القبر. يعني دلوقتي واحد كان جاي من محافظة تانية، فهم على ما صلوا على الميت كان خلاص صلاة خلصت وانتهت، فهو راح على المقابر على طول، يعمل ايه؟ يصلي على القبر مباشرة، لا بأس بذلك. طيب يقول: هذا ثبت أن الإمام يقرأ بسورة الإنسان والساجدة في يوم الجمعة؟ نعم طبعا، هذه سنة عنه صلى الله عليه وسلم، لكن الإنسان برضو يغير، مش كل جمعة كل جمعة كل جمعة، يستحب التغيير. طيب بيقول بقى: طبعا أنا دلوقتي جيت وقيت الإمام صلى بالسجدة، طيب أنا دلوقتي ما أدركتش السجدة، ده أصلي ركعة تانية؟ لا يلزمك هذا، إنما تكون مع الإمام، تسلم حيث سلم الإمام، ولا يلزمك أن تعيد ركعة أو أن تأتي بركعة جديدة. طيب الحاج سعيد أسعده الله بالدعاء الطيب والكلمات الرائعة الرائقة، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي ذريته وفي أولاده وفي أبيه وأمه وفي من يحب يا رب. اللهم بارك الله لي فيك يا شيخ سعيد، أنا سعيد جدا بك، وأسأل الله أن يبارك فيك يا رب وأن يحفظك، اللهم آمين. طيب أم عبدة بتقول بقى: الزكاة اللي هي بتقول عليها دي، طلعت بتقول عليها قبل كده إنها على أولادها وكلام زي ده، ينفع تنفق على أولادها؟ لا طبعا، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيب. طيب دلوقتي الحاج محمود بيقول إن هو باني في الزراعة وبيتفوتوا الفجر والعشاء، فهل يصليها في البيت؟ نعم لا بأس بذلك، وأسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. طيب بيقول السؤال من الأسئلة التي وردت إلينا، بيقول: ما معنى حديث لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين؟ أي أنه يعني واحد دلوقتي كان ماشي في الطريق وقع في حفرة، ما ينفعش يجي مرة تانية وقع في نفس الحفرة، طب ما أنت تكون ذكي بقى، أنت وقعت فيها مرة، طب كن يقظا ذكيا عاقلا فطرا، ما ينفعش أن الواحد يقع في المشكلة كل مرة، كل مرة يقع في نفس المشكلة، لا، المؤمن حصيف ذكي. طيب الأخت بتقول: شخص يريد التوبة فكيف البداية وكيف يثبت في المحافظة على الصلاة؟ ونرجو منكم، أسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يحفظها وأن يثبتنا وإياها على الصلاة وعلى التوبة. التوبة من شروط التوبة الندم والإقلاع وعدم العودة مرة ثانية. يعني إيه؟ نعم ختام. طيب أنا نجاوب بس على السؤال بسرعة جدا. طيب يبقى دي أخت الكريمة من شروط قبول التوبة، الإقلاع عن الذنب، خلاص لا أعود له مرة أخرى، بعد ذلك أندم على ذنبي لأنني تجرأت وتجاسرت على محارم الله عز وجل واقترفت ذلك الذنب، بعد أعتذر إلى الله عز وجل وأتوب إليه سبحانه وتعالى ولا أعود إلى ذلك مرة ثانية، واضح إزاي؟ هذه من شروط التوبة، الإنسان يبادر إلى الله عز وجل بالتوبة، بادروا إلى الله عز وجل بهذه التوبة. طيب بيقول هل يشترط مرور مدة زمنية معينة بين العمرتين؟ طبعا لا يشترط ذلك. بيقول: إذا كنت مسافر في رمضان ليلة من السعودية إلى القاهرة، فهل أبدأ بالصيام حسب فجر القاهرة أم فجر السعودية؟ لا، بالفجر المكان الذي أنت فيه الآن. تمام. طيب بتقول أو بيقول: حكم حج الخيمة بمعنى يطلع على الشغل
أيام الحج ويعمل الحج مع أنه جواز السفر مكتوب عليه غير مصرح له بالحج، لا بأس بذلك مع مخالفتك، وربما يصاب الإنسان بشيء من الذنب أو من اللمم بسبب أنه خالف أحكام البلد التي هو فيها. دلوقتي هو يروح يخدم وطلع خدمة حجاج ويحج، حجه صحيح مع الإثم أو مع الذنب، واسأل الله عز وجل. طب سريعا جدا آخر حاجة، الأخت بتقول السلام عليكم ورحمة الله، لماذا سمي ابن تيمية بشيخ الإسلام؟ لأنه رحمة الله عليه كان سيد أهل زمانه في العلم والفضل والخير والبركة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم علما نافعا وقلبا خاشعا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.